الوضع غاية في الخطورة، فوضعه معقد للغاية، والعسكر الذين احتجزوه حرموه من الغذاء، كما قطعوا عنه الكهرباء ومنعوا طبيبه من الالتقاء به. والوضع الصحي لرئيس خطير، وكذلك الوضع الصحي لأسرته. وقال لي أنه منذ الثاني من شهر أغسطس وحتى هذا اليوم لم أحصل على الكهرباء، وقد منع العسكر طبيبه الخاص من الفحص، كما أنهم قطعوا عنه الغذاء. إذن مسألة استقالة الرئيس باعتقادي هي مسألة ليست مطروحة، ولست أدري إذا ما كان قد قدمت له هذه هذا قدم له هذا المقترح ورفضه الرئيس. الرئيس لن يتراجع، نحن نأمل ألا يتراجع الرئيس، ونطلب من المجتمع الدولي وكذلك من نيجيري العمل للإفراج عن الرئيس.